السيدات والسادة، نبدأ الآن الاحتفالية بكلمة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فليتفضل معالي. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، مستر دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، السادة الوزراء، السادة سفراء الدول، السيدات والسادة الحضور، يسعدني ويشرفني أن نشهد اليوم فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لجمهورية مصر العربية. ولا شك أن الملكية الفكرية يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق ما تستهدفه الدولة المصرية من تطوير شامل في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030. إن لنظام الملكية الفكرية أهمية عظيمة في دعم وتحفيز الإبداع والابتكار وتعظيم قيمته الاقتصادية وتعزيز تأثيره الإيجابي على المجتمع، والذي ينعكس في شتى المجالات والمناحي الحياتية. ومن منطلق التناغم والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة المصرية، نرى هنا ارتباطاً جلياً بين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تهدف إلى إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة قادرة على الابتكار، لها مكانة دولية تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر بما يحقق التنمية المستدامة ومضاعفة الإنتاج المعرفي وتحسين جودة الحياة ورفع مردود في التصدي للتحديات المجتمعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية. إذ يتبع الارتباط الوثيق بين الاستراتيجيتين من أن نظام الملكية الفكرية إذا ما أحسن استخدامه سيسهم ولا شك في تعزيز الابتكار وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي. إن الابتكار والإبداع والبحث والتطوير وريادة الأعمال من المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية. ونشهد اليوم التحول إلى اقتصاد المعرفة ورأس المال الفكري كأساس قوي لتعزيز الابتكار وتعظيم القدرة التنافسية وزيادة الربحية. ويمكن أن تلعب الملكية الفكرية دوراً إيجابياً ورئيسياً في هذا التحول. فعلاوة على إنشاء بيئة داعمة للابتكار على نحو فعال، لابد من اتخاذ نهج ملائم لاستخدام نظام الملكية الفكرية وتوظيف ذلك في دعم التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وتعظيم مساهمته في إحداث التنمية. وليؤتي نظام الملكية الفكرية أطيب ثماره، فلا بد من النظر إليه من منظور أوسع من مجرد الحماية، يمتد ليشمل استخدام الملكية الفكرية كأداة لنمو وتطور المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتجارية والصناعية وللتنمية الشاملة في المجتمع. ويبرز أيضاً ضرورة إدارة الملكية الفكرية بكفاءة وفاعلية على مختلف المستويات، كما وإنه من الضروري تعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات المختلفة على استخدام الملكية الفكرية في تحويل ابتكاراتهم وإبداعاتهم إلى منتجات وخدمات متميزة وقادرة على المنافسة محلياً وعالمياً. ولذا فقد جاءت أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لتعكس جوانب لا غنى عنها في تشكيل أساس قوي لمنظومة الملكية الفكرية في مصر. ونحن نرى اليوم تطوراً ملحوظاً في جودة وأعداد الأبحاث العلمية وأنشطة البحث والتطوير في مجالات هامة وحيوية. وهنا تأتي ضرورة تحويل نتائج هذه الأبحاث إلى منتجات وعمليات صناعية وخدمات. وهنا يتعاظم دور الملكية الفكرية
التي يمكن أن تصحب وتشجع الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال وأرباب المشروعات خلال مختلف مراحل وخطوات رحلة التحول من المعرفة إلى منتجات قابلة للتسويق تلبي احتياجات المجتمع وتحقق عائداً مادياً وتسهم في التنمية الاقتصادية. ولعل ما يزيد من أهمية الملكية الفكرية في هذا الإطار أن منتجاً واحداً قد ينتوي على عديد من صور الملكية الفكرية، وأنه حتى الاختراعات أو الابتكارات البسيطة يمكن أن تستفيد من بعض صور الملكية الفكرية. وهنا ينبغي أن نعود فنؤكد أن استخدام نظام الملكية الفكرية بكفاءة وفعالية يتطلب الإلمام الكافي بمختلف جوانبه، بما يشمل إجراءات التسجيل والحماية الملكية الفكرية وسياسات إدارة وتسويق حقوق الملكية الفكرية وآليات الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية من جانب والمؤسسات التجارية والصناعية من جانب آخر. ويجدر بي هنا الإشارة إلى الجهود القائمة في وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات والمراكز البحثية من خلال مشروعات ومبادرات لدعم الابتكار وريادة الأعمال. وفي نهاية كلمتي أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على كل أوجه الدعم المقدمة ومشروعات وأنشطة التعاون التي تم تنفيذها بالفعل وتلك التي يجري تنفيذها حالياً مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتب براءات الاختراع. من أبرز هذه المشروعات مشروع سياسات الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية، مشروع تطوير مكاتب نقل التكنولوجيا، مشروع مكاتب الملكية الفكرية المبتكرة، مشروع إنشاء الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، وتخصيص برامج التعلم عن بعد والتعاون في تقديم البرامج التدريبية في مجال الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع تخصيص برنامج الملكية الفكرية للشباب حديث السن والمعلمين لخدمة مصر والعالم العربي. ونحن نتطلع دوماً لمزيد من التعاون المثمر والبناء مع المنظمة. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله.